بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، وإذا أن تعلن انطلاقة الشوط الثالث الخاص بالجعدان، وهو الشوط السادس في مجموع الأشواط في صباح هذا اليوم، وعلى أرضية ميدان سيف العرب المحتضن لهذه الانطلاقات وهذه التحديات. نتواصل إذن ونتعرف على الأسماء المنطلقة والأسماء المتقدمة، وفي هذه اللحظات مباشرة مع المركز الأول، وهنالك من يحتل المركز الأول، شاهين للسيد سلطان بن مطر بن شميل للاجتبي، هو من يحتل السيطرة ويسيطر في المركز الأول، بينما يلي على المركز الثاني أيضا التواجد من غيهبان لمحمد بن سيف بن راشد المقعودي، أيضا من يتواجد غيهبان، وثالث المراكز من الجانب الآخر من بدأ بالتسلل أيضا منصور لسالم بن علي بن خميس العويسي أيضا، بينما من الجانب الآخر هنالك شعار سعادة حامل الرقم 14 النهاب لسعادة جبر بن محمد بن غانم السويدي، أيضا من يتواجد بشعار المميز في هذا الشوط، وخامس المراكز من يصل ويتقدم على المركز الرابع اللي هو سلهود للسيد سالم بن ناصر بن خميس المعمري، أيضا هذه الأسماء المتواجدة والشعارات المنطلقة. ولكن نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة، نعود مع شاهين، شاهين للسيد سلطان بن مطر بن شميل الاجتبي، ولكن من الجانب الآخر بدأ في التسلل والانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام النهاب لسعادة جبر بن محمد بن غانم السويدي اللي غير وخذ المركز الأول، بينما المركز الثالث من يصل هنالك أيضا غيهبان لمحمد بن سيف بن راشد المقعودي، ورابع المراكز يا سلام. ولكن العودة 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 مع نهاب، نهاب وتهانينا للمرة الثانية لسعادة جبر بن محمد السويدي على هذا الفوز. المركز الثاني من يصل شاهين لسلطان بن مطر بن شميل الاجتبي، وفي المركز الثالث يبدو الدرع، المركز الثالث من وصل الشامي للسيد حمد بن نافع الشد المنصوري، وفي المركز الرابع حامل الرقم 5 اللي هو الدرع للسيد احمد بن عتيق المقعودي الفلاسي.